على مستوى التصميم تتميز هالسيارة بحرفية عالمية المستوى، بتجعل من هالجيل الأكثر فخامة على الإطلاق. الشكل الخارجي لافت وجذاب، بيمنح المركبة إطلالة راقية وحديثة مع أبعاد مستوحاة من طراز واغونير الأصلية، وهي أول سيارة فاخرة رياضية متعددة الاستخدامات من جيب. غطى المحرك الطويل والمستقيم والإطلالة الجريئة بتمنح قوة لمظهر هالسيارة، مع الشبك الأمامي المميز بفتحاته السبعة المعروفة وواجهة أمامية جديدة تخفي خلفها رادار جديد بعيد المدى وغيره من المزايا التقنية المتقدمة. وللمرة الأولى بسيارة جراند شيروكي بحيط بجانبي الشبك الأمامي مجموعة كاملة وراقية من الإنارة بتقنية LED يلي بتوفرها جيب قياسياً بمختلف الطرازات. وبتساهم الفتحات النشطة الجديدة بالشبك الأمامي وأغطية أقواس العجلات الأمامية والستائر الهوائية والجانح الهوائي على غطى المحرك والأجنحة على الأعمدة الخلفية بتحسين الأداء واستهلاك الوقود على الطرقات المعبدة. السقف المخفض بحسن من الديناميكيات الهوائية والكفاءة من دون التأثير على سعة تحميل الأمتعة يلي زادت خلف صف المقاعد الثاني لتبلغ 1328 لتر، بينما بيبلغ حجم التحميل الأقصى بعد طي صفي المقاعد الثاني والثالث 2396 لتر، مع الإشارة إلى أنه تم توسيع المسافة بين العجلات 36 مليمتر لمنح تحكم وقدرة مناورة متفوقين. أيضاً تتميز جراند شيروكي الجديدة كلياً بأفضل رؤية من النوافذ الجانبية بفئتها لكل صفوف المقاعد، وبيسمح الخط الوسطي والمساحات الزجاجية الواسعة بتدفق أكبر قدر للضوء للمقصورة، فبتصير الرؤية الخارجية أفضل وأوضح. وأخيراً بيلفت النظر من الجوانب مجموعة من العجلات الأنيقة المصنوعة من خليط المعادن قياس 18 و20 بوصة كتجهيز قياسي، ويمكن الحصول على عجلات قياس 21 بوصة للمرة الأولى بسيارة جراند شيروكي مع نسخة ساميت ريزيرف.